في هذا الشو. نتمنى نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير الخاص بالقادمون عن المجهول في سباقات التاج الثلاثي الأمريكية في المضامير الثلاث المختلف، بداية بديربي كنتاكي ومن ثم البريكن ستيكس وأخيرا بالبلمون ستيكس. على الرغم من أن التوقعات بأن يتمكن المهر أمريكان فروي من أن يقفز فوق عقبة بيلمونت ستيكس قد تحولت إلى أشواق مسحوبة بالدعوات والأمنيات الطيبة، إلا أن الأمر قد لا يخلو من بعض المخاطر في ظل بعض الإشارات بأن يتحول الحلم الجميل إلى كابوس آخر يؤجل ميلاد بطل جديد للتاج الثلاثي الأمريكي إلى سنة قادمة قد تأتي وقد لا تأتي. وقد كان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب نائب حاكم دبي وزير المالية الذي فاز بسباق بيلمونت ستيكس عام 2006 بواسطة المهر جازل قد صرح لصحيفة ريسينج بوست الإنجليزية المتخصصة في سباقات الخيل بأن أمريكان فروي سيكون تحت ضغط شديد وأن ممثل جودولفين المهر فروستت سيكون مرشحا قويا للفوز بالجولة الثالثة من التاج الثلاثي بالرغم من خسارته من الفرعون الأمريكي حين حل رابعا بفارق ثلاثة أطوال ربع الطول في ديربي كنتاكي الذي يمثل الجولة الأولى من التاج الثلاثي والممتدة مسافته إلى الميل وربع الميل. ثم جاء قرار عدم مشاركته في البرينك ستيكس التي تقل مسافته عن مسافة الدربي ب 100 متر تقريبا، وقد أشار سموه إلى أن مسافة الجولة الثالثة التي تبلغ ميل ونصف الميل سوف تناسب تماما إمكانيات المهر الإماراتي، مما قد يعني أن ترشيحات الخبراء التي أعطت المهر أمريكان فروي بطاقة مرور مجانية للتاج الثلاثي ستحتاج إلى بعض المراجعة. إلى ذلك سيعود ممثل الإمارات الثاني المهر مبتهج لمواجهة الفرعون الأمريكي في الجولة الثالثة بعد أن قرر المعنيون بالأمر عدم إشراكه في الجولة الثانية، ولا أحد يدري فيما يفكر مدرب جنوب أفريقي مايك ديكوك بالضبط. هذا بالإضافة إلى أن المهر ماتيرياليتي الذي قاده الفارس جون فيلسكواس للفوز بسباق دربي فلوريدا تحت إشراف المدرب توت بلتشر خسر بأكثر من 6 أطوال خلف أمريكان فروي في ديربي كنتاكي أصبح يعتقد على نطاق واسع أنه أخذ وقتا كافيا من الراحة بعد الغياب على برينك ستيكس وأنه ربما يقول كلمته في البيلمونت ستيكس بحيث يشكل تهديدا لحملة الفرعون الأمريكي. وكذلك الأمر بالنسبة لزميله في الإسطبل المار كاربيديام الذي كان مرشحا قويا للفوز بديربي كنتاكي لكنه خيب الأمال في الوعد الكلاسيكي الأمريكي الأول، لكنه سيمثل بدوره تهديدا كبيرا لطموحات الفرعون الصغير. ولن يكون المهر دايفين إنجروت بعيدا عن أعين المراقبين بعد أن فشل في التعامل مع الأرضية المبتلة في سباق ستيكس، ولو قدر له أن يركض على أرضية سريعة في نيويورك فإنه سيكون له رأي آخر في الأمر. وينسحب نفس القول على المهر تيل أوف فيرف الذي قاده الفارس جويل روزاريو للمركز الثاني في برينك ستيكس وتخلف بسبعة أطوال خلف أمريكان فروي بسبب الأرضية اللزجة. إن استثنينا بقية المهور التي يشارك بعضها لأول مرة في جولات التاج الثلاثي بالإضافة للمحسوبين على بند القادمين من الأماكن والذين قد يفجرون الأوضاع في أي وقت ولأي سبب سواء كان وجيها أو غير وجيه، لكن يظل الأمر في بدايته ونهاية مفتوح على أمل جديد وهو أن يتمكن الفرعون الأمريكي من التعامل مع جميع الضغوطات التي سيواجهها بحكم قدراته العالية التي أهلته للفوز على الأرضية السريعة في ديربي كنتاكي ثم جعلته يعود ليكرر فوزه على الأرضية اللزجة في سباق برينك ستيكس ويستطيع بالتالي أن يفرض إيقاعه أيا كان حالة التربة التي سيركض عليها لأنه سيضرب بقوة في يوم يتطلع الجميع فيه إلى أن يكون مشهودا في تاريخ السباقات الأمريكية على امتداد الألفية الثالثة.